نعم، نتمنى ناكل لحم وفروج وسمك وكل شيء. اسمي عامر مرشاق مرشاق، من سهل الغاب، من قرية الحواش، مواليد 78، العمر 42 سنة. نحن حاليا عايشين شخصين، أنا وزوجتي. لا، مو كل يوم الطبخ، مو يوميا، حسب ما يكون في إمكانيات. إذا في إمكانيات نطبخ يوميا، ما في إمكانيات بنضل 3 أيام، أحيانا أحيانا يومين، حسب. أكثر شيء البرغل، لأنه متواجد البرغل بشكل دائم. البرغل أكثر شيء متواجد. نعم، أحيانا بطاطا، برغل، بطاطا، بتكفينا نهار واحد، فطور مع غدا فقط، ما في عشاء، بدون عشاء فقط، بس فطور وغدا، ما في عشاء. حاليا طبخنا، عم نغلي بطاطا غلي. مكوناتها عبارة عن، بعد ما ننظفها نغسلها بالماء، مكوناتها أكثر شيء ملح، وفي شوية بهارات، يعني شيء رمزي، ونحطها بقلب الزيت، نغليها بالزيت، والزيت نغلي فيه 3 مرات، أحيانا 4 مرات، لأنه ما في إمكانية. المكونات ندين حقهم دين، او ندينهم هن، المكونات نفسهم ندينهم ونسجلهم على الدفتر، او احيانا في عالم هيك تساعدنا شوي، او نشتريهم. والله نتمنى نطبخ، نعم نتمنى نطبخ. صار لنا اكثر من شهرين ما اكلنا الفروج ولا اكلنا لحم. نعم نتمنى ناكل لحم وفروج وسمك وكل شيء، وسردين، بس معلبات يعني، بس ما في. المطبخ حاليا موجود، انا في قلب المطبخ موجود، ليك ما نصبين الارضيه، حاطين العودان هدول حطب للصوبه، هون في شويه بصل، وهي شويه مقدوس وزيتون عطون. اهل الخير ما انقطعوا شرواكم، اهل الخير موجودين. هاي جرت الغاز لشخص قال لي استعيره استخدمها لبين ما يفرجها ربك. يلا الله يرضى عليك. آخر أكل أكلته من شي شهرين عند بنت أختي بكفر حوم. نعم بكفر حوم، فروج من شهرين. طبعاً أنا أكلت، بس زوجتي ما أكلت، يعني هذا قهر إلي، زعجت، نقصت له يعني بصراحة، أنه كيف أنا بأكل وزوجتي ما بتأكل.